اول شيء ناوي ادرس عربي وبناوي كمل، انا طموحي كمل بادلب لشعبي انا، بس اما اذا كان الشهاده مو معترف عليها بتمنى اكمل بتركيا مشان يعني التعب اللي تعبته ما يروح هيك. أنا الطالبة هيفاء فهد شعبان من دفتناز مواليد 2003. كانت فترة نزوحي فترة كانت كتير صعبة، ابتعادنا عن دراسة، القصف اللي هذا الشيء بيشوش أفكارنا بيشتت أفكارنا، كان شعور الإحباط اليأس راحة البكالوريا إنه ما ضل يعني ما ضل في أي أمل، هذا الشيء خلانا انقطع عن المنهج لفترة تقريبا 3 شهور. انقطاعي عن المدرسة هذا اللي خلاني أكمل هذا المنهج لحالي، وفي مواد كنت لاقي بفترة هاي النزوح صعبة فيهم، خاصة مواد الفلسفة والجغرافيا اللي هن الأساتذة لازم يساعدونا بتكملة المنهج يشرحوا لنا، في كتير شغلات منهج لازم الأساتذة يشرحوا لنا إياها بفيروس كورونا اللي صار، ما حسنا نتواصل مع الأساتذة ولا نحسن نشوفهم. دافع التفوق أنا يعني أنا بحب الدراسة كتير، ودافع التفوق هي تنطرح تجتمع بعضهم إنه أنا أتميز على رفقاتي وحبي للدراسة رح يوصلني نتيجة إنه أتفوق. بتمنى إنه سنة الجاية ما يتكرر هالشيء وكل طالب يحسن حق اللي بده إياه وما يتعرض لهالقصف وهالنزوح اللي صار معنا.